حياكم الله في الأغوار، حيث سلة غذاء الأردنيين. مزارع مارس عمله بالزراعة بطريقة اعتيادية، أو هكذا كان يعتقد. النتيجة كانت إدخال 38 طالبة في مدرسة إلى المستشفى. السبب بات معروفا، تعرض الطلبة لأعراض اختناق نتيجة استنشاق مبيد حشري في أرض زراعية مجاورة لمدرسة كريم الثانوية في الأغوار الشمالية. هذا جزء من ملف صوت لهذا اليوم. هذا الجزء يقودنا إلى الملف الأوسع، ملف فئة العاملين بأجر، أو الفئات التي يسميها البعض بالفئات الضعيفة أو المهمشة. نسأل فيها: هل يعمل العاملون بأجر في ظروف عمل آمنة سليمة؟ هل يتعرض العاملون لانتهاكات واعتداءات على حقوقهم العمالية المنصوص عليها بالتشريعات؟ هل التشريعات الأردنية الناظمة لعمل العمال بأجر توفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية؟ وإن توافرت التشريعات والنصوص القانونية، فهل تطبق وتنفذ؟ أسئلة وغيرها أستمع لإجابات عنها اليوم، ولكن أبدأ باستعراض بعض من مواد نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021. إذ تنص المادة 3 فقرة جيم بأنه يجوز للعامل الزراعي إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذ لم يحرر العقد كتابة. المادة 4 الفقرة ألف بند 1 تكون ساعات العمل الزراعي 8 ساعات في اليوم الواحد على ألا تزيد على 48 ساعة في الأسبوع، توزع على 6 أيام على الأكثر. المادة 4 أيضا الفقرة با نصت على أنه لا يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية دون موافقته. المادة 7 تقول: يستحق عامل الزراعة إجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما في السنة. المادة 8 الفقرة 1000 لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفق القانون. المادة 11 يلتزم صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. للحديث أكثر اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأستاذ أحمد عوض، أهلا بك. أهلا بك. وأهلا بعضو لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية سعادة المهندس ناجح العدوان، أهلا بك. يا مرحبا يا حياة صوت المملكة بدأ، أهلا بكم جميعا، مساء الخير. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد ترحاب بضيفي، أهلا بكما معكم وإياكم والمشاهدين كذلك. سنذهب إلى الأغوار الشمالية حيث يتواجد هناك مراسل المملكة أنس الحراش. مساء الخير أنس، ما هي القصة؟ ما تفاصيلها؟ وما حدث حتى نستطيع أن نكمل هذه الحلقة بالمعلومات الواردة من قبلك وقبل ضيوفك مع ضيوفي في الاستوديو؟ تفضل أنس. نعم عامر، حقيقة مجموع الإصابات التي أدخلت شكرا. إلى مستشفى أبو عبيدة في لواء الأغوار الشمالية 46 إصابة لغاية هذه اللحظة. خرج من المستشفى نحو 36 إصابة وتبقى 10 حالات قيد المراقبة في المستشفى. الحالات وصفت حالتها ما بين المتوسطة والمستقرة، وأيضا تم تحويل حالتين إلى مستشفيات في إربد بناء على طلب أهل هؤلاء الحالات. للحديث أكثر عن الوضع الصحي داخل مستشفى أبو عبيدة ينضم معنا الدكتور مؤيد شكور مدير مستشفى أبو عبيدة. دكتور، يعني نتحدث أمس 5 حالات، اليوم 41 حالة، بقي 10 بالمستشفى، نطمئن عن هذه الحالات. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تعاملت كوادرنا الحمد لله من يوم أمس إلى اليوم مع ما يقارب 46 حالة، خلينا نحكي استنشاق لمادة كريهة انبعثت من مدرسة كريم الثانوي للبنات. الحمد لله وصلت جميع الحالات على الإسعاف والطوارئ ما بين أمس واليوم. معظم الحالات كانت تشكو من حالات تنفسية، يعني تقريبا ضيق بالتنفس، سعال،
وصفت الحمد لله معظم الحالات بالمستقرة، معظم الحالات عند وصولها تعاملنا معها بمهنية واحترافية الحمد لله، كوادرنا مؤهلة ومدربة ومتواجدة بالموقع الحمد لله. بعد الفحوصات الفحص السريري والفحوصات المخبرية وصور الأشعة التي تمت إجراءها الحمد لله معظم الحالات كانت مستقرة. بعض الحالات غادرت المستشفى بصحة جيدة الحمد لله، تم تحويل حالتان لمستشفى الأمير راشد العسكري ومستشفى الأميرة بسمة بناء على طلب الأهل لمزيد من الاطمئنان، وبقي حتى هذه اللحظة 10 حالات قيد العلاج في مستشفى أبو عبيدة للمتابعة إن شاء الله. هل كان هناك تشخيص حول المادة نفسها المستنشقة الغاز الذي استخدم في تعقيم المزارع؟ حسب الاعتقاد أنه غاز يستخدم لتعقيم الأشجار. طبعا المادة اللي استنشقوها بعثناها للأخصائيين في وزارة الصحة وطمأنونا أنه الغاز غير سام وما في داعي للقلق إن شاء الله. يعني بالأمس 5 حالات، اليوم 41 حالة، هل متوقع أن تزيد هذه الحالات أم نعتبر أن الموضوع انتهى إلى هنا؟ هو سؤال ليس في علم الغيب، ولكن سؤال ليس في علم الغيب، بفضل من الله عز وجل جميع الحالات اللي وصلتنا الحمد لله كانت بصحة جيدة وحالتها مستقرة الحمد لله. والمادة حسب تشخيص أطبائنا في وزارة الصحة أنها غير سامة إن شاء الله، مجرد تحدث تهيج بالجهاز التنفسي، سعال، ضيق بالتنفس وفقط إن شاء الله. ومن هون إن شاء الله بحب أطمن كل شيء، ما في داعي للقلق والخوف كثير إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. أيضا عامر، دعنا نتحدث عن الجانب الإداري، الحاكم الإداري، ماذا فعلنا اليوم في لواء الأغوار الشمالية؟ للحديث أكثر عن الجانب الإداري، الإجراءات التي اتخذت من قبل الحاكم الإداري، ينضم معنا الدكتور علي الحوامدة متصرف لواء الأغوار الشمالية. دكتور، يعني حالة بدأت الأمس بدخول 5 حالات ومن ثم 41 حالة، إجراءاتكم اليوم كحاكمية إدارية؟ الله يمسيك بالخير أخي أنس، ونمسي على أخونا في الاستوديو عامر رجوب وجميع المستمعين والمشاهدين لهذه القناة. أخي أنس، منذ ظهر أمس عندما تبلغنا ورود عدد من الحالات إلى مستشفى أبي عبيدة، تم التحرك من قبلي وجميع الأجهزة المعنية إلى المستشفى، تم زيارة جميع الحالات بناء على صحتهم، ومن ثم تحركنا برفقة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادثة، وكان متواجد كوادر زراعة الأغوار الشمالية وصحة الأغوار الشمالية والدفاع المدني، وحتى في ظهر هذا اليوم كان متواجدة في موقع المدرسة والمزرعة. تم اتخاذ الإجراءات من قبل كل جهة، سواء الزراعة ومراقبة المزارع المجاورة لهذا الموقع، كما أسلف أنه تم الكشف على المزرعة وتم ضبط أنه أحد المزارعين قام بتعقيم التربة بمادة لها مواصفات خاصة بموضوع التعقيم، لكن كان في هناك خلل موضوع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تغطية هذه المادة بالمادة البلاستيكية اللي تغطي هذه التربة. تم التحرز على هذه المواد من قبل مديرية زراعة الأغوار الشمالية، وتم إجراء اللازم بخصوصها، وتم تحويل الأشخاص المتسببين في هذا الحادثة إلى مدعم الأغوار الشمالية، وتم توقيفهم هذا اليوم. هذا اليوم تم زيارة المدرسة، وكذلك قمنا بزيارة المزرعة، تم الإعازة لكافة الكوادر البلدية والأشغال العامة والخدمات المشتركة والزراعة لتعقيم المدرسة والاطمئنان على صحة الطلاب ليتم عودتهم إلى المدرسة آمنين سالمين. وعبر أثير هذه الإذاعة أطمئن أهلنا في لواء الأغوار الشمالية أن الأمور لا تستدعي للهلع، وتبين من خلال الفحوصات السريرية أنه حالة الطلبة أبنائنا هي أكثر حالة نفسية من الموقف اللي صار، وهلع الطلبة وأولياء أمورهم إلى المستشفى، وهذا ما زاد الحالة. كما تعلم أخي أنه صباح يوم أمس أو ظهر يوم أمس تم دخول 5 حالات، نتفاجأ هذا اليوم أنه تم ورود حوالي 38 حالة، تم خروج حوالي الظهر 26، وكما أسلف مدير المستشفى الآن بقي حوالي 12 إلى 12 حالة في المستشفى.
طيب سيدي، يعني تحدث مدرسة عدد طلابها نحو 900 طالب، وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا منازل مجاورة إلى تلك المزارع، هل ورد حالات لربما من المنازل من الصفوف الأخرى؟ لماذا اقتصر العدد على 45 إذا تحدثنا أنه المادة تم انتشارها؟ أخي العزيز، بالفعل يعني هذا موضوع يدعو إلى التساؤل. مدرسة تحوي 900 طالب، لم يتم تحويل أي طالب إلى سوى من الصف الأول الثانوي الطالبات، رغم أن المدرسة تحتوي العديد من الطلبة سواء في صفوف مختلفة، وفي هناك مجاورين وللمزارع المجاورة هي يعني أقرب إلى مكان المزرعة من المدرسة، وحتى في هناك مدرسة مجاورة لم يتم إحالة أي حالة، فاقتصر الموضوع على الصفين المجاورات. هذا استدعى أنه الإعاز لكوادر الصحة والكشف على الصفين وجميع مرافق المدرسة، وتبين أنه الأمور يعني لا يوجد ما يستدعي هذا الحالة. تم أخذ العينات اللازمة من الخزانات المدرسة، تم التحرز على أكثر من أخذ عينات من المقصف من جميع مرافق المدرسة، ولا يوجد لحد الآن ما يعني يستدعي أو يبين لنا أسباب هذا الموضوع. ننتظر الفحوصات المخبرية اللي أخذت من المدرسة. طبعا أخي، مساء هذا اليوم وصباح يوم الغد سيتم إن شاء الله تعقيم المدرسة وشطفها من قبل الجهات المعنية اللي أسلفت ذكرها، لمزيد من اطمئنان أهالينا في لواء الأغوار الشمالية وعودة آمنة إن شاء الله إلى مدارسهم. دكتور علي على كل هذه التفاصيل. يعني عامر، كما استمعنا هذا فيما يتعلق في الإجراءات الطبية وأيضا الإجراءات الإدارية، تحدث الدكتور علي عن غدا سيكون هناك تعقيم للمدرسة، وأيضا تحدثنا مع الناطق الإعلام باسم وزارة التربية الذي أكد لنا أن يوم غدا هو يوم دوام في ذات المدرسة. الآن سننتقل إلى جانب آخر، هو جانب الزراعة. سيكون معنا رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة وهو مزارع. نتحدث بصفتك اليوم مزارع، هذه المادة الغاز الذي يتم استخدامه للتعقيم، هل هو آمن مصرح باستخدامه اليوم؟ يا سيدي الله يمسيك بالخير، أنت والأخوة في الاستوديو وللمستمعين والمشاهدين جميعا، دعني أتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب. بالنسبة لعملية التعقيم تتم فقط في البيوت البلاستيكية، يعني الزراعات المكشوفة ما يتم فيها عملية تعقيم، هاي تستخدم في البيوت المحمية. قبل فترة يعني بدك تقول من بداية 2005 عملية التعقيم باستخدام هذه المواد الغازية انتهت. ليش؟ لأنه أثمانها مرتفعة، فاستعيض عنها بما يسمى بالتعقيم الشمسي. التعقيم الشمسي نستخدمه بالبيوت البلاستيكية، ما نستخدم فيه أي نوع من المواد الكيميائية، فقط أنه يمدد المزارع البيت البلاستيكي وبالبرابيش، ومن ثم يغطي تغطية محكمة بقطعة البلاستيك، وبالتالي يشغل مصدر المياه ويقوم بالري، ويستمر هذا التعقيم من 30 إلى 45 يوم. اسمح لي أن أقاطعك. الآن نتحدث عن أوقفت استخدام هذا الغاز منذ سنتين تقريبا. أكثر. طيب هل هو لارتفاع أثمانه، هل هو مصرح باستخدامه؟ وهل هناك محاذير لاستخدامه؟ نعم يا سيدي، هو مصرح باستخدامه، وكل المزارعين اللي يستخدموا الزراعة المحمية كان يستخدموا هذا الغاز في عملية التعقيم، ولم تحدث أي مشاكل تذكر نهائيا. ممكن يحدث بعض الأحيان غثيان، يذهب لطبيب خاص يتعالج ويروح المزارع. هناك عوامل سلامة عامة للعاملين؟ أكيد أكيد أكيد، يتخذوا كافة احتياطات الأمن والسلامة العامة أثناء عملية التعقيم. وأصلا هو أنبوبة الغاز تضع تحت قطعة البلاستيك، يجي العامل يضغط عليها في لها نابض بيطلع الغاز، والغاز يظل محشور تحت إيش؟ تحت قطعة البلاستيك لمدة أسبوع لعشر أيام، تنتهي مفعوله، يرفع البلاستيك عنه وتتم عملية الزراعة مباشرة. شكرا جزيلا، شكرا على كل هذه التفاصيل. هل هناك إضافة؟ نعم أكيد أكيد. بالنسبة للذي حصل بالأمس، نحن من ساعة الظهيرة أمس وإحنا متابعين الأمر، جميع الجهات المسؤولة ضمن اللواء كلها وضمن المحافظة أيضا واقفة
على أهبة الاستعداد لحدوث أي طارئ لا قدر الله. اللي حصل أنه المزارع وهي لأول مرة ممكن تحصل يعقم يستخدم هذه المادة في الوقت الحاضر، استخدم هذه المادة أولا بدون ما حد يدري، لا حتى الشركة المصنعة، بالرغم أنه هذه المادة التي استخدمت في التعقيم أمس هي مادة مصرح فيها ومحمية. يعني هناك محاذير لاستخدامها، محاذير إذا استخدم وسائل الأمن والسلامة العامة ما في أي ضرر، ما في أي ضرر. فاللي صار بالنسبة للمزارع اللي صار فيه عنده الحالة أمس واليوم اللي هو سوء الاستخدام، فقط سوء الاستخدام. يعني أنا ذهبت شخصيا واطلعنا على الوضع على المزرعة ودخلنا للمستودع طلعنا العبوات المستخدمة وتم التحفظ عليها، لكن المزارع نفسه المزرعة اللي هي البرابيش والقطع البلاستيك اللي كانت المفروض تكون محكمة 100% متهالكة، هذا مما أدى إلى انتشار الغاز من خلال المزرعة وانتشاره للمناطق المجاورة. على كل هذه التفاصيل، وغدا عليكم دور أنتم في تعقيم المدرسة. شكرا جزيلا. سننتقل إلى الجانب الآخر. عامر، ستكون معنا عاملة في المزارع، نتحدث عن أوضاع العاملين في هذه المزارع، استخدامهم لأدوات السلامة العامة، لربما التأمين الصحي، آلية العمل داخل المزارع. تنضم معنا يسرى سميرات، عاملة في المزارع وعضو نقابة. طيب نتحدث، أنت اليوم عاملة، كيف وضعكم بالمزارع اليوم؟ إحنا إذا بنتحدث بشكل عام أسوأ وضع العامل الزراعي. هسه احنا عندنا قانون العمل ينص على نظام بخصوص عمال الزراعه، ولم يطبق هذا القانون او النظام. النظام يشمل عامل الزراعه بالضمان، يشمل بالسلامه الصحيه، وكل الاشياء اللي ينص عليها نظام عمال الزراعه لم تطبق باي مزرعه على مستوى الاغوار كامله. توضيح، انتم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي نهائيا، لا ضمان، لا سلامه صحية، لا حتى الأجور المتدنية يعاني منها المزارع العامل، حتى الإصابات العمل يعاني منها العامل. يعني بمعنى نحكي بشكل عام إنه المزارع غير مسؤول عن العامل حتى بالمواصلات. إذا كان صار حادث وقع عامل أثناء ذهابه للعمل يتحمل مسؤولية علاجه. المزارع غير مسؤول عن المزارع، عن العامل نهائيا ولا بأي شكل من الأشكال. ما تتحدث فيه واقع مرير. أين لجأتم؟ لجأتم إلى وزارة العمل؟ لمن تحدثتم؟ لمن أوصلتم صوتكم؟ عمال الزراعة أول خطوة عملناها واللي هي نفذنا اعتصام أمام وزارة العمل، وما كان في استجابة، لأنه أصلاً نظام العمل اللي نص على أنه كل إشي يكون متهيئ لعمال الزراعة ولم يطبق. اللي طالبوا بإيقاف نظام عمال الزراعة اللي هم المزارعين، عملوا اعتصام أمام مجلس النواب ووقفوا النظام هذا حتى ما يشمل عامل الزراعة أي شيء. بالمقابل عامل الزراعة الشهر اللي ماضي 80 عاملة اللي هم نساء اعتصموا أمام مجلس النواب مطالبة، لأنه إحنا هذا حق لعامل الزراعة أن يكون له ضمان اجتماعي، له تأمين صحي، له سلامة عامة، له سلامة صحية. أنت قاعد لما يكون رش في أثناء الرش ويكون العاملات يزرعن، يا إما يرش الخضرة وهي قاعدة تلقط أو هي طالعة من دون اتخاذ إجراءات سلامة عامة نهائيا، لا كمامة، لا لباس لائق بالعامل الزراعي، لا حتى القفازات اللي يلبسوهن عمال الزراعة يشتروهن على حسابهم. يعني بمعنى المزارع لما هو اعتصم لتوقيف نظام عمال الزراعة عارف انه راح يكون في اشياء كثيرة تخص عامل الزراعة من حقه، بس اللي هم المزارعين حسبوا انه هيك احسن لهم. يعني حتى انك لما تيجي تقول الأجر المتدني عنا أو سرقة الأجور، خلينا نحكي تشتغل 10-15 يوم، يجي أول شيء اتفاقية عندك أسبوع، كنه قال اصبري لك أسبوعين تجر، يصير عندك سرقة أجور. في من ناس إلها 1100، في ناس إلها 2000، في ناس لما تيجي الطالب، لأنه أنت لما تلتجئ للقضاء يقول لك مطالبة مالية، المطالبة المالية بدك تدفع رسوم. العامل لما يروح على قوته عشان 5 دنانير منين يجيب عشان بده يدفع رسوم. والمزارع يعني هيك انه خلينا نقول بشكل عام، لما هو حكى حتى اليوم المزرعة اللي صار فيها الحادث
مرينا احنا من جانبها، كانت الريحه كثير 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 عند وكانت عطوفه المتصرف وكلهم كانوا موجودين، بس التعقيم اللي هو حكى عنه، احنا نشتغل يوم مزرعه وكان يعقم التعقيم اللي حكيت عنه، ما ضررنا لانه كان في التعقيم الصح، انك لما انت بدك تعقم في لما تجيب زبل الدجاج ويتخمر ويتغطى بالبلاستيك ما بنضر لا العامل ولا اللي يكون مارق من جنب المزرعه، اما انت لما تجيب لي بدك تطلع على التكنولوجيا واجيب اشياء وتقول لي مصرح فيها مصرح فيها، طب ما دام مصرح فيها ليش هو بالخفاء؟ ليش مو بالخفاء يشتغل؟ يشتغل علنا. معظم المزارعين اللي عقموا السنه ما حدش حط الماده هاي الا المزرعه هاي، ولا حدا حط الماده هاي وعرض العالم للي صاير فيهم هسه الا المزرعه هاي تحديدا. بشكر عطوفه المتصرف وبشكر كل واحد ساهم انه اليوم كانت انهم شمعوا لي اياها بالشمع الاحمر، لانه هذا راح يكون اول خطوه واول درس للمزارع انك انت تتقي الله، مش بس باللي برا، اتقي الله بالعمال اللي عندك يكونوا، لذا افرض اليوم الشغلات عنده وراحن في منهن عندهن ازمه يستعملن بخاخ ما بيصلن المستشفى، راح يصلن وفيات. فاحنا يعني من قناه المملكه اني انا اطالب انه نظام عمال الزراعه اللي توقف انه يتفعل، يتفعل ليش؟ لانه حقوق عمال الزراعة كلها تنص على نفس النظام، من تأمين صحي، من سلامة عامة، من ضمان اجتماعي، عندك عاملات وصلن 60 تقاعد. وصلت الصورة يسرى، وأعتقد أن عامر وصلتك لربما صرخة يسرى التي تحمل هم العديد من العاملات في الأغوار الشمالية بدون حقوق، لا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا ظروف مناسبة للعمل في المزارع. كنا نتحدث عن الحالات التي وصلت إلى المستشفى شافاهم الله، والآن انتقلنا إلى موضوع آخر هو صرخة أطلقتها يسرى من الأغوار الشمالية، وتتمنى أن تتناقش هذه النقاط عبر برنامجك اليوم وإيصال صوتها للمسؤولين وضيوفك الكرام. إن شاء الله سيصل، يعني هي للأمان اختصرت العديد والكثير وتحدثت بحرقة عن واقع هي تعيشه وزميلاتها، وبالتالي كانت صريحة وواضحة، حتى لو ترك لها المجال أكثر ممكن أنس أن تقوم بتعداد أسماء المزارع وأصحابها الذين يقومون بالضغط على بعض العمال. شكرا لك أنس الحراحشة، ونتمنى الشفاء الكامل لأهلنا في الأغوار. أذهب إلى فاصل، بعد الفاصل أناقش كل ما تم الحديث عنه مع ضيفي، تفضلوا البقاء معنا. اهلا بكم من جديد، ارحاب بضيفي، واعود لاجدد الترحاب بسعادتنا الاستاذ احمد. اهلا بك سعاده المهندس ناجح، اهلا بك استاذ احمد. انا بدي اسالك سؤال واحد لضيفي، الاغوار اليوم مهمشه، الاغوار اليوم منسيه، سمعت صرخه يسرى سميرات هي عامله في القطاع الزراعي، لم تخشى احد من الموجودين، تحدثت بحرقه. صحيح، فضل. ما تحدثت بي يعني فعلا صرخه باسم جميع عاملات الزراعة، ولكن بدي أرجع لسؤالك، هل الأغوار مهمشة؟ لا، ليست مهمشة، الأغوار ليست مهمشة ولا أي منطقة بالأردن مهمشة، ولكن هناك يجب أن يكون في تنظيم. كويس، يجب أن يكون في تنظيم الأغوار. الكل يشهد أنها سلة الغذاء للوطن الكامل. صحيح، ماشي للأردن، ولذلك يجب تقديم الدعم، ولكن يسبق الدعم التنظيم، والتنظيم المفروض يبدأ من المزارع نفسه. احنا بلاش نظل نقول والله الوزير الفلاني او المدير الفلاني او الجهاز الداخلية او جهاز الزراعة او جهاز الصناعة والتجارة والله مقصر والله كذا او وزارة العمل،
لأنه القطاع الزراعي تتداخل به مجموعة من الوزارات. صحيح وزارة الزراعة المظلة الرئيسية، لكن العمل لها مع عمل الصناعة والتجارة، لها مع عمل الضمان الاجتماعي أساس وزارة مع القطاع الزراعي. هذا القطاع أنه الدولة تيجي تستهدف مكان أو منطقة جغرافية بالبلد تقول أنه مستهدف، لا، احنا الان ليست مستهدفه لكنها مهمشه. حتى تهميش، انا يعني اقول الكلمه هذه لازم حتى نغيرها سياسيا. يعني خلينا نقول غير قادره مثلا، مقصره بالتنظيم، التدخل بالتنظيم. لكن يعني احنا كل القوانين والتشريعات اللي تمر للقطاع الزراعي وجدت لاجل خدمه القطاع الزراعي. الان يعني بالسنه الماضيه او بدايه السنه اقرينا مثلا قانون الضمان الاجتماعي، ومن بنوده كانت اللي تحدثت بالعامل الزراعية وشيء واقع وصحيح، تحدثت بشيء صحيح، لكن كان القانون يطلب أنه كل واحد بده يشتغل بالقطاع الزراعي. أنا حتى أجي أشجع المواطن الأردني والشاب الأردني أنه يشتغل بهذا القطاع، يجب أن أأمن له. أنا لما أروح مثلا يقولوا لي والله روح أشتغل بالزراعة، أشتغل بالزراعة لا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا أيام عطل حماية ولا عطل ولا سلامة عامة، فلذلك أنا ما راح أشتغل. أنا رايح ما أتراجع، حتى لو كنت محتاج أني أشتغل فترة الشهر أو شهرين بعدها أنسحب لقطاع آخر يأمن لي حاجياتي. فإجا قانون الضمان وفرض على المزارعين وبنسب بسيطة جدا لا تتجاوز 2% أو 3%، اللي أنت دخل العامل الزراعي بال الضمان الاجتماعي. الآن الضمان الاجتماعي يضمن لك التأمين الصحي، يضمن لك إصابة العمل، يضمن لك أنه يعرف هذا العامل يشتغل بالزراعة ولا يشتغل بقطاع آخر. يعني أنا بدي أنظم القطاع حتى أصل لنتيجة. لكن يعني خلينا نقول الحد الآن القانون ما يعني بدايته. إحنا إذا نجح هذا القانون، ما بدنا نقول في جهات بدها تفشل القانون أو تنجح القانون، نعم. إذا نجح القانون حتى ولو بنسبة 50-60%، فأحنا نكون ضمننا أنه خلينا الشباب الأردنيين يقدموا على هذا القطاع. طيب ماشي أستاذ أحمد، مهمشة منسية؟ يعني أنا تقديري، هو توصيف بكلمة وكلمتين ما بيعطي الواقع حقه. أنا تقديري القطاع الزراعي في الأردن بشكل عام وعلى وجه الخصوص في وادي الأردن من شمال الأغوار إلى جنوبه لا يلاقي العناية اللازمة من الدولة الأردنية. مش عن الحكومة الحالية، ماشي، عن كل مؤسسات الدولة. كويس. أنا تقديري هذا القطاع لا يلاقي، وهي المنطقة بالذات، لأنه غالبية كبرى من الذين يسكنون هاي المنطقة عايشين على الزراعة، وهم للعلم اللي بتذكر سنوات كورونا وأشهر كورونا لولا قطاع الزراعي صحيح. وشغله إلا إحنا جوعنا. بس هذا القطاع حقيقة هو اللي أنقذ الأردن والحمد لله. والحادث اللي صار اليوم هو قصة من عشرات القصص، قصة من عشرات، وربنا ستر وربنا يشافي المصابين وتكون هاي آخر. بس ما في سلامة عامة كانت واضحة. القصة 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 السلامة العامة مرتبطة بمنظومة أكبر. يعني أحكي لك إياها بصراحة، لا العامل بتمتع بحقوقه كاملة، ولا المزارع الصغير اللي هو صاحب عمل بتمتع بحقوقه كاملة وماخذ حقه، ولا المزارع المتوسطة كذلك، والمعاناة كبيرة جدا. الحلقة الأضعف في كل هالمنظومة العامل، وبالتالي كل الضغوط بتتم عليه. لذلك بتلاقي العامل الزراعة بيشتغل بنظام اليومية صحيح، واحيانا بيشتغل بنظام الساعة، وغالبيتهم بيشتغلوا بنظام الساعة. دراساتنا بتقول غالبية العمال اللي بيشتغلوا بالمزارع بإيديهم بيشتغلوا عمال الزراعة. بس عشان نكون دقيقين، احنا ما نحكي بكلمات مطلقة، في مزارع كبرى في الأغوار تشتغل وفق معايير متقدمة وحقوق عمال وإلى آخره. إذا أنت تتفق مع المهندس عندما قال تحتاج إلى تنظيم في البداية، القصة مش تنظيم بس، القصة بحاجة إنه الحكومة الأردنية تستثمر بالقطاع الزراعي وما تنظر بتربح من وراه ولا ما بتنظر، لأنه الاستثمار في هذا القطاع آثاره ذات طابع استراتيجي أمن غذائي للأردن، صحيح، وإله علاقة بإحياء منطقة بعيش فيها مئات الألوف من الناس. أنا بحاجة كدولة هذه المنطقة استثمر فيها عشان أحقق عدة أهداف. غالبية دول العالم بما فيها الدول الغنية والمتقدمة
بتدعم القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني وما بتحقق أرباح منه، بس هي أرباحها استراتيجية، منظور الدولة مش منظور الربح، مش منظور الشركات، من غذائي بالضبط، مش منظور شركة أنا بربح ولا بربحش، أنا منظور هذا القطاع بده استثمار، هاي منطقة بدها استثمار، الحلقة الأضعف العامل، لذلك بتلاقي العمال لا قانون العمل بتطبق عليهم ولا قانون الضمان الاجتماعي بتطبق عليهم ولا نظام الزراعة نظام طبعا. اللي بعد 20-30 سنة من الجهود صدر ب 2011 تم تجميده بأمر دفاع، راح قانون راح قانون الدفاع ظل شبه معطل وغير ولا يطبق، لذلك بنلاحظ احنا يعني الحادث اللي صار اليوم تعبير على انه العامل غير مدرب وما فيش اشراف عليه، وبالتالي ما في في ضعف كبير بانفاذ القانون بالاغوار في قطاع الزراعه بالذات، وللعلم هذا بينطبق على بعض المزارع بمنطقه ظليل وبمناطق المفرق، ولكن الأكثر شيوعاً هي في منطقة المفرق، ما بمر أسبوع علينا إلا في حوادث وإصابات عمل شديدة. عندك شيء أرقام نسب محددة حول للأسف الأرقام ما بيعملوها غير دائرة الإحصاءات العامة والضمان الاجتماعي ووزارة العمل، وزارة أنتم ممنوعين تعملوها؟ هلا ما بنقدر نعملها، قدراتنا بتسمح لنا والقانون يعني يحظر عمل مسوحات تشمل هذا الموضوع، لأنه دائرة الإحصاءات العامة هي المعنية بهذا الموضوع. دائرة الضمان الاجتماعي عنده قواعد بيانات، بس قواعد البيانات تحت الضمان الاجتماعي مفتوح بس للعمال المنظمين، ومش كل القطاع الأنشطة الاقتصادية المنظمة بتورد معلومات دقيقة عن إصابات وحوادث العمل عندها إلا إذا كانت كبرى كويس. العامل الورقة الأضعف السيدي هو صحيح ما تحدث به الدكتور صحيح، والعامل الحلقة الأضعف، بس برضو يعني العامل عليه واجبات وعليه مطلوب منه أن يوصل رسالته، يعني الآن مزارعة عاملة زراعية وصلت رسالتها للكل والكل يعرف هذا الحكي، يعني الكل صرنا نعرف هذا الموضوع. نعم. لكن العامل لما أنا أجي أشتغل أتعاقد مع مزرعة إذا بدي ألتزم بالقانون والتشريعات المعمول بها لدعم القطاع الزراعي، إذا أنا جيت بدي أشتغل مع مزارع والمزارع قال لي ما بدي أعطيك لا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا كذا، التف على القانون. المفروض هو العامل نفسه يروح يبلغ وزارة العمل يقول يا وزارة العمل أنا أشتغل بالمزرعة الفلانية وأنا الآن ما يعطوني حقوقي كاملة. تطالب بتفعيل نظام عمال الزراعة القوانين كلها. نعم مزبوط، هذا يجب على رأسه العمال الزراعة. طيب. بس يعني حتى حادثة اليوم، يعني حادثة اليوم التعقيب، احنا المفروض ننتظر النتائج وهي الداخلية والجهات الرسمية التابعة. ماشي. هل التعقيب ممنوع؟ إذا كان ممنوع المفروض نجي ونبحث كيف دخل هذا التعقيم إلى المنطقة أو إلى كيف وصل للمزارع. الآن إذا الغلط خلط مزارع وأنه مسجل لكن مثلا زاد العيار أو ما أخذ الاحتياطات السلامة العامة كاملة له، فهل هذا عن جهل أو مقصود؟ وين دور وزارة الزراعة؟ هل هذا التعقيم يجب أن يكون تحت إشراف وزارة الزراعة أو المزارع مسموح له؟ وهذا كله أو تدرب على هاي القضايا؟ هل تدرب؟ وأعتقد المزارعين لديهم الخبرة، بس هي كانت واضحة بحديثتها، بقول لك كانوا يرشوا فوق روسنا وإحنا نلقط. نعم صحيح، بس يعني كان واضح، بقول لك ما حاش بخاخ لو واحد محاله قد لا مش الحادثه هذه، انا مش شايل حاتي بتقول لك كنا لا مو هو خلينا نقول لك احنا بالنسبه للمبيدات، مبيدات الرش كلها لازم تكون مسجله بوزاره الزراعه. طيب. وكلها مكتوب عليها المحاذير، وبعض المبيدات مثلا الممنوع استخدامها مراقبه من وزاره الزراعه ومن المؤسسات الجهات الرسميه انه ممنوع هذه تدخل على الزراعه. لكن هذا التعقيم احنا كنا نعقم، لكن يصير غلط، الخطا يصير خطا، يعني انت تيجي تعقم بيتك ويقول لك مثلا التعليمات تقول لك انتظر مثلا خل البيت لمده 6 ساعات مغلق وبعد 6 ساعات افتحه لمده 2 ساعة، اما انا والله جيت عقمت البيت وظليت بالبيت هذا خطا مني. لكن هذه لابد من المتابعه، احنا حسب التقرير اللي بالميدان انا شايف انه كل الجهات. نعم. سواء الداخليه او الزراعه او العمل او الضمان الضمان 100% رايح ما يكون داخل على الموضوع، الا اذا كانوا مثلا المزرعه ما بها عمال مسجلين طيب للضمان. تواصلنا مع احد المزارعين اليوم العمال، قال قصتنا ترتقي الى ان تصبح تجار بالبشر،
إلى هذا الحد وصلنا أستاذ أحمد وأنت المختص في هذه النقطة؟ يعني راح أجاوبك هذا السؤال، بس أنا بدي أحكي عن موضوع اللي بيصير على العمال بشكل عام بعدين ننتقل على التجار في البشر. ماشي. لأنه الموضوع حقيقة اللي بيصير دائما عندنا ردود فعل، ولكن إجراءات الوقائية ما بتتم. يعني إحنا يجب أن تكون خطتنا وخطة الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة انه ما يتكرر مثل هيك حادث. يعني هاي في دروس مستفاده، طب ما انا صار عندي دروس مستفاده في حوادث اخرى، طب ليش ما تعلمتش منها؟ ومن هنا الاجراءات الوقائيه هي الاكثر اهميه، وهون تتداخل دور وزاره العمل، تتداخل دور المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي، وزاره الداخليه، وزاره الزراعه باعتباره في جانب فني العلاقه بالمبيدات وكيفيه استخدامها والى اخره. في جوانب عديده في هذا الموضوع. انا الدور الصح مش الدور الان، الدور الان صح مطلوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونقلل الخسائر في هذه الحادثة، ولكن أنا عشان ما يصيرش الحادث بعد شهر أو بعد شهرين، إذا بتلاحظ الذاكرة أو حتى ذاكرة التلفزيون المملكة وغيرها من وسائل الإعلام ذاكر ملانة بالحوادث، ملانة بالحوادث اللي بروح فيها ضحايا. الحمد لله المرة هاي ربنا ستر، الحمد لله. ولكن الأصل أن نكون محتاطين فيما يتعلق بالرقابة على معايير العمل. كويس. أنا بحكي لك إياها وعلني، وزارة الزراعة وزارة العمل لا تقوم بالدور المطلوب منها من أجل حماية معايير العمل المنصوص عليها في قانون العمل الأردني. من الآن بحكي لك إياها، لا تقوم بدورها الرئيسي أبدا. وأحكي لك إياها بصراحة وحكيت لك إياها أكثر مرة هون، وزارة الزراعة في السنوات الأخيرة تم إضعافها بشكل كبير، وكان في محاولات لإغلاقها، والحمد لله تراجعت الحكومة عن هذا التوجه لأنه ما كان بده حتى وزارة عمل. وزارة العمل إن صار في تغير في إدارتها وفي رؤيتها من حماية توازنات سوق العمل وحماية حقوق الطرفين، وعلى وجه الخصوص حقوق العمال، لأنه صاحب المصلحة في إنفاذ قانون العمل بشكل رئيسي في حالتنا في الأردن وخاصة قطاع العاملين بالزراعة هم العمال، وبالتالي كان هناك في تقصير منها. نأمل أنه وزارة الزراعة، طب ليش ما يكون في عندنا مكاتب خاصة؟ هاي المكاتب التي تقوم على التشابكية بين أصحاب المزارع والعمال، على أقل تقدير هاي المكاتب تضمن للعمال حقوقهم. شو بتضمن؟ شو بتقصد بالمكاتب؟ يعني مؤسسات الحكومة، الأصل في علاقات العمل يا سيدي الحكومة، مكاتب الحكومة. الأصل في مديريات وزارة العمل، في مديريات في كل المحافظات. طيب هاي المديريات هي اللي أنا تقديري في تغير صار بتوجهات وزارة العمل باتجاه أنه دورهم مش حماية مصالح العمال. إنما أنا مشكلتي مش أعمل كم زيارة تفتيشية، إنما أنا وزارة العمل لازم هي تضمن حقوق العاملين. ليش؟ هي اللي لازم تلعب الدور الأساسي، لأنه وزارة العمل مانعة وفق قانون العمل العمال يشكلوا نقاباتهم اللي يعملوا توازنات في علاقات العمل. أنا عندي مشكلة مركبة، أنا عندي العامل، طبيعة العمل في هذا القطاع غير منظم بمعنى آخر، بتعتمد على اليومية وبتعتمد على بالساعة وشهر ومقاولة، وبالتالي ما في علاقة عامل وصاحب عمل، وبالتالي أنا لازم أطور أدوات الحماية في إطار قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، بحيث أنه العامل بغض النظر بيشتغل مع حاله، بيشتغل يومية، بيشتغل بالساعة، عنده منظومة ضمان اجتماعي، وهذه أصدرنا فيها إحنا ورقة سياسات مش حدد بالتفصيل. ماشي، أنا بدي أروح على فاصل، مضطر أذهب إلى فاصل، لكن بعد الفاصل بدك تحكي لي عن الإتجار بالبشر. مش نسيت، أنا جاهز وراح اسمع سعادة المهندس كان نفس الرأي أم لا. فاصل قصير أخير، تفضلوا بالقائمة. أهلا بكم من جديد، جدد الترحاب بضيفي وأستمع من المهندس. هل لدينا وصلنا مرحلة الإتجار بالبشر؟ السيد والله أنا أعتقد لا، بالأردن ما وصلنا لهذا المرحلة. يعني صحيح مثل ما يعني يلقى العامل الأردني بالزراعة، العامل بالزراعة يعني في عليه ضغوطات، وأنه يعني ما يحصل على حقوقه كاملة، ولما تيجي بدك تعمل معادلة. طب كيف ممكن نعمل هاي المعادلة ننظم سوق العمل؟ أقول لك للمزارعين، العمال المزارعين اليوم كيف؟ يا سيدي للمزارعين يعني أعتقد أن وزارة العمل هسه هي المسؤولة عن إصدار التصاريح الزراعية. ماشي. ووزارة الزراعة هي المسؤولة بالميدان عن هل يوجد زراعة أو لا يوجد زراعة. كويس. حتى يعني لما نطلع على كل إنجازات وزارة الزراعة ووزارة العمل
لو بدك تلقى تجاوز مثلا واحد ما عنده زراعة وأخذ عامل زراعي بحجة أرض أو كذا ما يتعدى 1%، وهذا 1% ما بيأثر على العمل حتى لو وصلنا ل 5%. لكن أول إشي يجب أنه يكون يقتنع المزارع أنه أنا هذا العامل لازم أحمي حقوقه كامل المزارع. اثنين، المزارع أنا لما أجي بدي يعني إحنا لما نقول الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، يعني أنا ما أتحدث عن أمن غذائي. ثمن هل الأمن الغذائي والله عبارة عني بدي أزرع بندورة أو أزرع موز أو أزرع مادة معينة؟ لا، أنا أمن غذائي يشمل كل شيء. وهذا القطاع يعني خلينا نقول بال98 وال97 وكنا موجودين، جلالة الملك المغفور له الملك حسين كان أطلق شعار عام أخضر 99، أردن أخضر عام 99، وإجا الله يطول عمر سيدنا ويحفظه برضو مركز على هذا القطاع الزراعي. وكما تحدث أخوي الدكتور بالنسبة لتجربتنا بأيام الجائحة، فعلا أثبت المزارع أنه من النخب الأول. الآن في خطوات تنظيمية المفروض أنه يقتنع بها المزارع ويقتنع بها وزارة العمل والزراعة والجهات الرسمية، يكون في تنسيق. أنا لما أجي مثلا كمية الاستهلاك اليومي مثلا من البطاطا 50 طن، وأنا كأردن أنتج 150 طن، إذن خسارة ولا لا؟ لازم بدي أخسر. لكن أنا لازم أشوف باب أفتح أسواق، لازم أعمل استثمار بالأسواق. لكن أنتوا شوفوا كل اللي يحدث حول الأردن، لا لا لا، الأسواق مغلقة، والدكتور جوز متابع معانا، يعني وزارة الزراعة والحكومة، الحكومة مشكورة، خطت خطوة اللي هو مؤسسة التسويق الأردنية الفلسطينية، وهذه كانت من باب أنه تكون مخرج للمملكة أنه يصدر من إلى الدول العالم يوصل للدول العالم. لكن هذا في بخصوص التسويق، بس أنا بسألك سؤال اليوم، ألا تلاحظ بأنه صار عندنا الأرض الزراعية بجنبها المباني العمرانية؟ سيدي احنا هذه نتحدث عنها، احنا نقول انه يعني يعني هاي لو كانت الارض الزراعيه بعيده عن المدرسه ما صار اللي صار. هو تعدى التنظيم على الاراضي الزراعيه بكافه انحاء المملكه كويس، فبالتالي رئيس وزراء كان ينادي ويقول بدنا التنظيم اللي هو كان وصف التل. صحيح. لكن احنا الان بدايه السنه الماضيه صدر قرار من الحكومه الاردنيه وتبناه نائب رئيس الوزراء للاداره المحليه، وانه صنف الارض وزراعية وغير زراعية ومنع تنظيم الأراضي الزراعية. لكن هذه تحكم بها يا أخوي، تحكم بها عدة قوانين. أنت الآن واحد يملك 20 دولم، وأنا كحكومة أو ماشي. كدولة أقول ما بدي أفرز، توفى الواحد بده ينتقل لخمسة سنة. أنا معك ماشي تفتيت الملكية أنا معك، لكن بالمقابل لو كان هناك خطة بعطيك أرض عمر فيها مكان أرضك خليها زراعية وأراضي الدول موجود. كثيرة موجودة ماشي. موجودة وعملوها بالغور ماشي. الاتجار بالبشر، شوف سيدي وصلنا لهي المرحلة أم لا؟ التجار في البشر، أنا تقديري مديرية الأمن العام أعلنت قبل أسبوعين أنه كيفوا حوالي 130 أو 135 حالة تجار في البشر. اللي بيقول أنه في هذه الحالة التجار في البشر أم لا هم القضاء، ولكن نحن كمراقبين وكباحثين ومختصين في هذا الموضوع نرى أن هناك في قنوات وفي شبهات عديدة على حالات يمكن تكييفها بأنها التجار في البشر في مجالين. المجال الأول، نظام الكفالة المعمول فيه في الأردن للعمال الأجانب هو يسبب عملية إثارة الشبهات حول التجار في البشر. يعني بس بالخليج أنا صاحب مزرعة، بالخليج مليان الكفالة نظام للعلم غالبية دول العالم تنسحب منه بما فيها دول الخليج ماشي، بس بالخليج الآن إلى كفيل بتشتغل. لا بس أحكي لك شغلة، بدناش نسمي دول، جزء كبير من دول الخليج قاعد بطلع من نظام الكفالة وفي بعض الدول طلعت منه، بس البديل أحسن، البديل احسن للدوله، احسن لاحترام معايير العمل والاحترام حقوق الاقامات. طبعا العلاقه بين العامل ايا كانت جنسيته وصاحب العمل هي علاقه تعاقديه عقد دكتور احنا كلاهما بس اوضح لك الفكره. في تخوف شديد لدى الحكومه الاردنيه من قصه التخلي عن نظام الكفاله المعمول فيه. نظام الكفاله خلى المنظمات الدوليه تصنفنا من الدول اللي عندها تصنيفنا متاخر في الدول من حيث قضيه الاتجار في البشر والعبوديه الحديثه. اعطيني النظام الثاني لانه ما ضاعش معي وقت، انا بعرف اني اخذنا من وقت. بالتالي هذا كان مدخل الكفالي في هذا الموضوع ولازم نتخلى عنه. القضيه الثانيه طبيعه ظروف العمل.
مفهوم التاجر في البشر واشكاله متعدده، منها انت لما تشغل ناس وما تعطيهم مش اجر او تجبرهم على العمل باجر بخس اقل مما تنص عليه التشريعات، هذا يمكن ان يقود الى حاله التجار البشر. انت لما تشغل ناس بظروف عمل غير انسانيه يمكن ان تقود الى حاله شبهه التجار في البشر. انت لما تشوف الناس مضطرين يشتغلوا بظروف عمل بائسه لانه بدهم ياكلوا خبز وبدهم يعيشوا، هذا ممكن ان يقودك الى حاله الاتجار في البشر. لذلك هذا موضوع واسع، ولكن المنظومه التشريعيه الاردنيه ومنظومه السياسات في الاردن تيسر في سوق العمل في بعض القطاعات منها قطاع الزراعه والعمال المهاجرين وعماله المنازل ممارسات ترتقي ويمكن تسميتها او تكييفها بانها حالات التجار في البشر، ولكن لست قاضي لاحكم على كويس. لكن بالمقابل كيف ستضمن حقوق من هذا العامل جاء ليعمل في هذا عند هذا المزارع تعمل عند هذا البيت، كيف تضمن حقه بكل بساطه؟ ولا بتضمن حق العامل وصاحب العمل صاحب العمل عقد عمل، عقد العمل بالنص على حقوق الطرفين، اللي بخل بهذه الطرفين بده يكون يتحمل مسؤولياته القانونيه المنصوص عليها بالقانون. ليش تجبر العامل يكون مرتبط بشخص؟ اذا بده ياخذ اجازه يروح على بلده بده يدفع بده يبتز، واذا بده يجدد تصريحه بده يبتز، واذا بده ولا نعمم ولا نعمم. انا لا اعمم، انا من بدايه الحلقه لا اعمم، ولكن انا بحكي عن حالات ظاهره وقضيه اخرى اللي بده ينتقل من صاحب عمل في جار البشر الاردني في شبه. طبعا ظروف العمل البائسه عندما يجبر العامل الاردني على العمل في ظروف عمل غير انسانيه وغير منصفه وغير عادله، هاي بتقوده الى حاله انه هو مضطر يعمل بهذه الظروف عشان يقدر يتنفس ويعيش، وبالتالي هاي التجار في البشر او فيها شبهه التجار في البشر. يعني اسمح لي دكتور، انا اخالفك. اول شيء بالنسبه للعقود، اصلا احنا بالقانون حطينا لازم تكون منظمه عقود رسميه، والسبب احنا الان فتحنا باب الاستثمار. اذا انا بدي الغى العقود، اذا معناته اللي بده يجي يستثمر بالاردن لما يكون بده يشغل 1000 عامل نقول له والله جيب ال1000 عامل من برا وتوكل. احنا قاعدين نحط شروط انه انت 75% لازم يكونوا من ابناء البلد. تمام، الان انا كيف بدي اضمنهم لما الغي العقود؟ بعدين كيف بدها تتداخل القطاعات مع بعضها؟ الزراعه جهه والصحه جهه والعمل جهه. انا بتعطيني انا عامل اجنبي بتعطيني التصريح بالزراعه لازم اشتغل بالزراعه، في البناء لازم اشتغل في البناء. ماشي طيب، بس ليش تربطني بشخص؟ هذه كثيره بس يعني احنا الان الاردن مفتوحه للاستثمار وخاصه الاستثمار الزراعي، المفروض ان ننظم هذا القطاع. اخر كلمتين، الاردن من الدول القليله جدا في العالم اللي بيستخدم نظام الكفاله، وهذا نظام خطير جدا يجب ان تخلى عنه. لا 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 الكفاله لا، انا لازم اعرف انا وين بقول هل تعدل الكفاله حق لصاحب العمل؟ انا اعتبرها حق لصاحب العمل، لانه انا اذا ما جبت عامل يشتغل عندي لمدة 10 أيام أو لمدة 10 شهور سيكون عقد بين العامل وصاحب العمل بعد الكفالة. عشان أضمن حق صاحب العمل طيب لازم أنا أمكن العامل وألزم العامل ببعض الشروط اللي بتعطيه حق دكتور يعني بعقد العمل ويدفع التزاماته. ب30 ثانية انتهى وقت الفرنامج. سيدي إذا بدنا مثل هيك بدها ترتيب وإعادة التشريعات كاملة. لأنه أنا لما أدخل العامل مفتوح على كل القطاعات إذا ما بقدر ألزمه وين تحمل. شكرا جزيلا لعضو مجلس الزراعي والمياه والبادية النيابي المهندس نجف عدوان، شكرا لك. شكرا لك أستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمالية، شكرا لك ولحضورك. تحتاج إلى إعادة التشريع ربما. شكرا. طبعا تحتاج طبعا. دمتم بخير، تقيكم غدا إلى حين، كل التحية.